خاصة الكابتن تحية مختار خاصة. مختار معنا صراحة على يعني الهاتف مدير الكرة بنادي الإنتاج الكابتن خالد مهدي. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا كابتن محمد، ازي حضرتك؟ الحمد لله، وتحياتي لكابتن ماهر امام وكابتن شريف. كابتن خالد اهلا وسهلا. كابتن خالد ازي حضرتك؟ مباراة قوية كابتن خالد امام النادي المصري، اضعته العديد من الفرص، اداء مفاجئ الصراحة للجميع، الكل كان ينتظر فوز من النادي المصري، ولكن الإنتاج قلب الموازين، كان يمكن اقرب للفوز باللقاء. لا كابتن محمد، احنا كنا رايحين كان برضو عشان كان هدفنا الثلاثة بونت. نعم. بنلعب اي مباراة دلوقتي احنا بنلعب على مركز، يعني احنا هدف المركز الخامس. نعم. وبنلعب كنا رايحين ناقصين بعض اللعيبة المؤثرة في الفريق. نعم. ولكن برضو ظهرنا بالمستوى اللي انت حضرتك شفته لكل اشاد دي. نعم. ولكن يعني احنا الحمد لله كل مبارياتنا بتطلع بالشكل الجمالي وبالشكل الفريق كله بيطلع بيشيد بالاداء، وده مجهود موسم، مجهود لكابتن مختار والجهاز كله والاداره، وطبعا دعم السيد الوزير، كل الناس دي موفره لنا كل حاجه. فالحمد لله احنا منظومه الحمد لله ما حدش حاسس بيها، ما حدش حاسس بالنادي، شغالين في هدوء. كابتن مختار بقى له سنه ونص معانا، ومضى سنتين كمان يعني 3 سنين ونص، ما عندناش اي مشاكل خالص الحمد لله في التعاقدات. طب كابتن خالد، كيف لم يتأثر الإنتاج بانتقال واحد من هدافي الدوري عمر السعيد إلى نادي وادي دجلة؟ كيف لم يتأثر الإنتاج؟ كيف لا يتأثر؟ إحنا الحمد لله بنبقى عارفين إحنا هنعمل إيه، عملنا عملية إحلال وتجديد، عملية استبدال. نعم. لو مشي فرود قوي نجيب فرود قوي. نعم. كان كلامنا مع خالد قمر من حوالي شهر ونص. نعم. من قبل فتره الانتقالات، وانا كنت يعني كنت بتكلم معاه وانديه كتير كلمته، ولكن انا كنت كان ماضي الراجل معايا واخد وعد ان هو ما يروحش لاي مكان تاني غير الانتاج الحد. في الحاله دي كان لازم عمر السعيد يمشي، لو موضوع خالد قمر ما كانش مشي مع عمر السعيد ما كانش هيمشي. يعني انتوا كنتوا مجهزين البديل، وبحيث في حاله انتقال هو يبقى عندك البديل. يبقى البديل القوي. وايضا شرويده امبارح كان، او في اللقاء عفوا، المصري كان عامل ماتش كويس قوي. احنا جبنا احنا 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 عمر السعيد مشي، احنا جبنا مكانه ثلاثة. نعم. خالد قمر وشرويده وجيمس تيدي. نعم، جيمس تيدي. نعم. يعني جبنا ثلاثة نقدر يبقى في نفس أطول، لأن عمر كان في الفترة الأخيرة خلاص بدأ يفكر في المشيان، عايز برضو يأمن مستقبله، ما عملش حاجة بالكورة، كل الكلام ده احنا راعينا الكلام ده، وكان باقي له 6 شهور في عقده. نعم. آخر 6 شهور احنا حاولنا كنادي الإنتاج إن احنا نستفاد، والحمد لله احنا استفدنا استفادة كويسة جدا كمان، يعني إن احنا ظاهر إن أنتوا كمان استفدتوا من العائد المادي، جبتوا 3 لعيبة كلها إضافات يعني. وغير كده كمان احنا لا غير الاستفاده الماديه اللي هي حاليا، لا في استفاده تاني ان هو لو اتباع احنا لنا 30% من العقد. يعني نادي تاني ده مواكبه بقى للعقود العالميه. لا 30%، واحنا حددناها كمان بحد ادنى رقم معين حطيناه، يعني بحد ادنى، يعني احنا لنا حريه برضو بان لنا التصرف في البيع كمان. كابتن خالد، عندكم لقاء مهم امام ام بي غدا، بتستعدوا ازاي؟ نعم. في معسكر، موجودين في معسكر جوار في جنب الاستاد، داخلين المعسكر من بدري مركزين. اتفرجنا على كابتن مختار. عندكم غيابات؟ عندنا عبد العزيز موسى هو الوحيد. نعم. الثلاث انذارات، خد انذار الثالث في اللقاء في الماتش اللي فات. نعم. رجع خالد قمر. نعم. يعني الحمد لله الكابتن مختار والجهاز الفني مجهز ال 28 لعيب اللي عندنا، احنا عندنا 25 وثلاثه تحت السن. نعم. عندنا 2 من النادي الاهلي اعارات اللي هو محمد حسين عطل. نعم. وانضم للمنتخب الاولمبي، ويوسف علاء، وعندنا مصطفى الجمل ده واخدينه. كل هذه الامور يعني معاكم، وان شاء الله غدا يبقى لقاء قوي. كابتن خالد المهدي، انا بقول لك لقاء قوي باذن الله، وبوعدك انه هيبقى لقاء قوي جدا كمان، لان ام بي هدفها المركز اللي احنا برضو احنا هم 40 واحنا 39، فالفرق بيننا وبينهم بونت، ومباراه تبقى قويه جدا كمان. كابتن خالد، صراحه نادي الانتاج السنه دي مقدم لنا كوره حلوه، نموذج بصراحه محترم، ويعني يا ريت تنقل لنا تحياتنا
كل الموجودين، كابتن ماهر، كابتن شريف، ليك كابتن مختار، مختار وايضا كابتن مجدي عبد العاطي وحضرتك وسياده الوزير على الصراحه الشكل الجميل اللي شايفينه من نادي الانتاج الحربي هذا الموسم. بشكرك شكرا. عايزين محمد نديهم حقهم لان هم فعلا السنه دي اختلفوا اختلاف كلي، وانا زي ما قلت لك يمكن من حلقات سابقه ان مختار برضك تحيه خاصه زي ما حيينا زي ما شيف حي حسام حسن مع المصري بيحيي مختار مع مختار الحربي، ابن من ابناء النادي اللي عنده خبره بشكل كبير جدا في الدوري الممتاز، وزي ما انت شايف ان هو من المدربين اللي بتحب الكره الهجوميه. لا. يعني حتى اختياراته في الاحلال والتجديد اختار اللعيبه المؤثره، يعني زي ما انت قلت عمرو السعيد مهاجم وهداف، لكن هو قدر مختار تعامل قبل كده مع خالد قمر في نادي الاتحاد، فعارف ان خالد قيمه وقامه بالنسبه للحته الهجوميه دي هيعوض النقص اللي حصل. بنحيي طبعا الاحلال والتجديد اللي اتعمل بشكل كبير في المرحله الانتقاليه لنادي الانتاج الحربي، زي ما قال خالد مهدي ان في منافسه بينهم على المركز السابع والسادس، وهتبقى مباراه قويه انا شايف من جانب الانتاج ومن جانب انبي، والفرق بينهم ومن بعض بونت، فبقى في صراعات يا محمد يا شريف موجوده طبعا. لسه يعني الدوري اتحسم لكن في صراعات في الاماكن المركز الثاني والثاني والثالث بالظبط، ومع الهبوط كمان يمكن في المراكز الثالثه او الرابعه الاخيره من جدول الدوري. طب احنا ننتقل الى لقاء اخر وهو الزمالك والرجاء. الزمالك استطاع صراحه بالفوز باربع اهداف مقابل هدف، ثلاث اهداف